تعد أو يعد من ألذ الوجبات التي يعتمد عليها الكثير من الجزائريين، ربما لسعرها وأيضا لذوقها. نسعد باستضافة الأستاذ حسن منور رئيس الجمعية الوطنية أمان لحماية المستهلك. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير ليك ولكل طاقم التقني الموجود على البلاطو وخلف الكاميرات. شكرا. إذن الحدث ربما كبد الدجاج، هذه المادة الغذائية التي يعتمد عليها الكثير من الجزائريين كما قلنا. تفضل الزميل قبل قليل، هل المشكل في الكبد أم في بائع الكبد بالجلفة؟ بين قوسين أكيد رحم الله الضحايا، ضحايا هذه الحادثة الأليمة. المشكل في عملية تسويق هذه المادة السنسيبل الحساسة أم في الكبد نفسه؟ يعني قبل من ندخل نقول يعني هذا حدث مؤلم فعلا. احنا يعني نترحم على اهالي الضحايا، نترحم للضحايا ونقول لهم ربي يصبرهم. وللاسف الشديد احنا في الجزائر يعني كل يوم لما يعني نسمع الاخبار نسمع يعني حوادث مؤلمه. نعم. هذا ولا ما كاش يعني الكبد نتاع الدجاج، هذا مونوكسيد الكربون، هذه حوادث مرور، هذه يعني للاسف رجعنا نموتوا بسهوله. نعم. نموتوا بسهوله لانه ما نحضروش، يعني ما نحضروش على صحتنا، ما نحضروش على الامان تاعنا، يعني الحس الامني عندنا صبح ما كاش. ناقص. ناقص يعني. ناقص باش ما نقولش ما كاش خلاص. اليوم الناس اللي طاحت بالسياره في واد ولا في قنطره هكذايا معناتها ربما ما كانوش محاذرين، ولا هما كانوا محاذرين اللي كان معاهم ما كانش محاذر، ولا الطريق ماشي مخدومه مليح والى اخره. ولا كاين خلل. كاين خلل، والخلل يجي من الانسان يعني. حقيقه. والانسان لما نقولوا من الانسان ماهوش غير السائق. نعم. يعني لربما هذاك اللي جاب قطع الغيار مغشوش هو سبب، هو انسان اللي هو خدم الطريق وما خدمهاش مليح، ولا اللي خلا فيها الحفره راه هو السبب. اذا نرجع لحكايه نتاع الغذاء اللي راهو يقتل الجزائريين كثير، ونهار ما يقتلش هذا الغذاء راهو يمرض. نعم. اليوم عندنا يعني المرضى كثير في الجزائر. نعاود نذكر بعض الارقام باش الناس تكاكا. انا نحب نستغل هذه الفرص كي ندخل هكذا معاكم في التلفزه مع صباح والناس يتفرج، نقول لهم بلي عندنا اكثر من 50,000 حاله سرطان جديده كل عام. رانا اكثر من 7 ملايين ديابيتيك. رانا عندنا اكثر من 10 ملايين اللي عندهم ليبرتونسيون ولي بروبليم كارديو فاسكولار. هذا كامل جاي شويه وراثي وشويه ستريس، ولكن الكثره كامل من الغذاء. نظام غذائي. حنا رانا نحفروا قبورنا بسناننا. صح. يعني للاسف. هذو اللي ماتوا هذو يا ماتوا بسبب الكبده وهي كانت غير سبب، ولكن واش كان موراها؟ التحقيق مازال جاري. نعم. مش ما نتهموا حتى واحد، ولكن اكيد انه كان فيه خلل. خلل في التربيه تاع الدجاج، ولا خلل في نقل هذاك الدجاج، ولا خلل في العرض نتاع هذاك الكبده، ولا الخلل في اللي شراها وخلاها يمكن ما طيباش في وقتها، ولا حطها في مكان غير نظيف. يعني المشكل المهم لنا احنا يعني كجمعيات لحمايه المستهلك، يعني ولو انها حادثه مؤلمه نستغل هذه الفرصه باش نعاود ننبه الناس، لانه نستغلها وكما قلنا ندقوا ناقوس الخطر. إيه؟ لانه اليوم ماتت عائله رايحين نتفاداو ربما اسر خلي هذو يروحوا يعني على الاقل ما يروحوش ساكريفيس باطل، على الاقل باش نبهوا واحد اخرين اللي راهم خارجين يقضيو. نعم. واش راح تشري اليوم لاولادك؟ راك تشوف هذا السيد أول أمس راح شرى الكبدة، لربما هو حسب أنها مليحة وحسب يدير الخير في ولاده. صح. ويقول لك الكبدة فيها وما يعرفش، يقول لك الكبدة فيها غير الفيتامين ورخيصة ماهيش غالية، قارنها مع الكبدة تاع الخروف ولا الكبدة تاع البقري ولا مع اللحم، ويقول لك هذه على الأقل نكلخ الوالدين فيها الدوق بنينة. ولكن في الأخير الإنسان اليوم كيسمع حادثة كيما هذه واش يقول؟ يقول أنا اليوم راح نشري لولادي اللي ما تضرهمش، ماهوش اللي تبننهم. يعني فودغي دركا كيما اون دي فرونسي فو مونجي بيان، اون دوا سيسي دو مونجي كو بون. فعلا. اليوم البنين اي بو اي بون خير من بزاف. ابسوليومون. صدر اليوم احنا نعرفوا، يعني انا شخصيا كمنور حسن وكرئيس جمعيه الامان لحمايه المستهلك نقول نفضلوا، لازم نفضلوا نعلموا الجزائريين ونشجعوا باش نعودوا نتغذى بكل ما هو طبيعي. نعم. الطبيعي اليوم عندنا الطبيعي، والطبيعي ماهوش يعني 100% عندنا الخضر نتاعنا والخضر تاع الموسم. صح. رانا في فصل الشتاء. صح. عندنا خضر نتاع هذا الموسم. يعني حتى المواد والدويه والبيستيسيد ناقصين ماشي بزاف. صح. ولكن كي نحن ناكل طوماطيش وفلفل طرشي
نتاع الصيف اكيد انه كبروه ونوضوه وغرسوه بالادويه. إذن اليوم نروحوا ناكلوا الدجاج. اليوم دركا يعني باش نقولوا؟ نقولوا بلك ماهوش مليح ما تاكلوش الدجاج. حتى الدجاج ماهوش كيما الدجاج بكري. ماهوش كيما الدجاج بكري. اليوم انا اللي توجعني اللي نشوف الجزائريين وكاين كثير من العائلات وكثير من الاشخاص حتى في العمل تاعهم لما يخرجوا في النهار باش يفطروا ولا ياكلوا غير الدجاج، كل يوم الدجاج. صح. يعني الدجاج هذا هذا بولي ماغيني، هذا بولي غري، لا حتى كاينين الناس في النهار ياكل دجاج وكي يجي داخل الدار يزيد يشري دجاجه مشويه يدخلها للدار معاه. صح. يعني وين انا رايحين؟ الدجاج هذا لازم نعرفوا انه راهم او يعيش الدجاج هذا. نعم. يعيش بالادويه. نعم. افيك دي زورمون، افيك دي زونتيبيوتيك. وهذه لي زابا جوستومون، هذه لي زابا راهم هما اللي كاين فيهم كامل لي ريزيدو نتاع لي زونتيبيوتيك وتاع الادويه ولي زورمون. معناتها اليوم كي نروحوا نشوفوا هذوك لي زابا نعرفوا بلي كنا شرينا ماده لحميه اكيد فيها البنه وفيها لي بروتيين، ولكن فيها كثير من لي ريزيدو نتاع لي زونتيبيوتيك. صح. وتانيك سي دي برودوي فراجيل. صح. ماهوش كيما اللحم كيما لي زابا. لي زابا يفسدوا بالخف. صح. اذا النصيحه اللي نمدوها ونستغلوا الفرصه انه نقص اكل تاع اللحم تاع الدجاج. الكثير من السيدات تقول لك انا باش لا سوب تاعي المرق ديالي ولا الجواز ديالي يجي بنين ندير له شويه دجاج ولا شويه لحم. البنه راهي في اليد. في الخضره. البنه راهي في اليد. صح. يعني انا نفضل ناكل حاجه ماهيش بنينه مليح ولكن صحيه احسن اكثر. لازم نخرج من العقليه هذه قال البنه والبنه، دوكا البنه راهي في الصحه، البنه شحال نقدر نقعد واقف ونخدم. صح. نكون بروديكتيف ونقدر نربي ولادي ونكبرهم. صح. ونشوفهم كي يكبروا كي يتزوجوا، هذه هي بنه الحياه، بنه الحياه. كما نقولوا مثال ربما اللي يدي رخصوا يدي نصوا دون لو سونس. يعني حقيقه نروحوا نتناولوا الكبده تاع الدجاج ولا نشروا الدجاج لانه ارخص، لكن بعد اسبوع ولا بعد سنوات نولي نستثمر في الادويه اكثر من الغذاء. اكيد. كيفاش نقلبوا هذه الموازنه يعني؟ لا لا الموازنه نقلبوها لازم يكون عندنا يعني الضمير. صح. الضمير نتاع استهلاك المسؤوليه ليا مع صحتي وصحه ولادي وصحه المجتمع. صح. اليوم احنا جزائريين انا مخصوصين كثير ثقافه استهلاكيه، انا ما نعرفوش نستهلكوا، هذه لازم نتفاهموا نقولوها نتقابلوا نفوسنا ونقولوا ما نعرفوش نستهلكوا. الجزائري اللي ياكل لك خبزه زوج خبزات في النهار وياكل لك الدجاج الصباح والعشيه وياكل لك ويشرب لك قرعه تاع غازوز ولا قرعه تاع جوي في اليوم كي هو كي ولادو. اليوم اللي يشري لولادو كل نهار باه ياكل لونجا بوطه تاع جوي ومع كرواسون ولا كاطو وكل عشيه يشري باكي تاع شيبس، هذا نقول هذه تقريبا نقول جريمه يعني في حق صحتنا وصحه ولادنا. اذا اليوم لازم تكون عندنا النهضه في الضمير هذا ويكون عندنا يعني قفزه في نوعيه الاستهلاك نتاعنا. لكن هل الاراده ربما حقيقه هي اراده اللي تنطلق من عند الشعب ام اللي يجب ان تتوفر اراده سياسيه؟ أكيد. من اجل تفعيل هذه الامور. اذا الدوله راهي تستثمر في الدواء وعلاش ما تعاودش تقلب هذه المنظومه هذه التغذيه؟ هذا هو الامل تاعنا وهذا هو حنا رانا اوني اوبتيميست نستنى وان شاء الله في الفريق الجديد الفريق الحكومي الجديد هذا باش تكون عنده يعني هذا الجرأة ويكونوا عندهم قرارات سياسيه شجاعه فيما يخص الاستهلاك. حنا جمعيه الامان نقولها اليوم وكاين رئيس ولا وزير اول تنصب امس نقولوا له يعني يلاه يا ربي ان شاء الله يعني ياسس منظمه ولا جهاز دولي تاع الدوله ولما لا وزاره يعني مختصه في حمايه المستهلك، لان الاستهلاك ماهوش فقط الغذاء، الاستهلاك راهو الحصه تاع اليوم استهلاك، الهاتف استهلاك، الطريق استهلاك، النقل استهلاك. نعم. المحيط نتاعنا استهلاك. اذا واليوم انا شايفين انه الصحه الجزائريه كما قلتي راهي متدهوره، يعني ورجعنا نموتوا بكل سهوله ورجعنا نستثمروا في الدواء اكثر من نستثمروا في الغذاء. نعم. يعني صحتنا اليوم انا نخلوها حتى وين تروح باش نحوسوا عليها. صح. يعني كاشخاص انديفيديو ولا كسياسه، يعني اليوم ما درناش واش لازم باش نربي جيل يكون صحيح. نعم. اليوم مثلا ما عندناش قاعات رياضه وين نقولوا للاولاد يروحوا يديروا رياضه ونحتموا على اولادنا يديروا رياضه. صح. ما عندناش مثلا يعني منظم يعني منهج تاع استهلاك اللي نعلموه لاولادنا في المدارس وفي الثانويات وفي الجامعات.
اليوم نشوفوا بلي كرانا خلينا سيت مرض على اي حال حنا بنينا مستشفيات صح ونكونوا في اطباء ونجيبوا في اجهزه حلقه مفرغه ونجيبوا في اجهزه ماهوش مشكل ولكن وراه القرار الشجاع اللي يقول هذا الخبز انا ناكله راه مضر للصحه هذا الحليب اللي انا نبيعوه ب 25 دينار راه مضر للصحه هذا التشجيع اللي نشجعوا في منتجين تاع مشروبات غازيه ومشروبات ملونه هذا راه مضر لصحة الجزائريين يعني الرقابة غايبة مش فقط الرقابة لكن حتى يعني نقولوا أولا يكون القرار الفوق عند المسؤولين الكبار ما عاد نلحقوا الرقابة رقابة اليوم 9000 مراقب ولا 8000 مراقب يعني أعلن عليها وزير التجارة العدد مليح الوسائل كاينة عندنا 48 مديرية تجارة لكن في 48 للأسف ولاية. غير فاعلة ولكن نقولها لأنه كنت استضفت في خلال الأشهر السابقة قبل رمضان وقبل الحراك كنا نجيبوا منظمات هكذا تاع اللي تراقب يقول لك ابلغنا وزاره التجاره لكن لا حياه لمن تنادي يعني بدون حتى كجمعيه ربما يلبس خالي بغا بلوطار باسكو يشوف باللي عملوه ماهوش يوم لا احنا بس با لي براكم بالعكس انا نجي ونتكلموا نكتبوا نراسلوا دائما المسؤولين ونفكروهم بمسؤوليتهم مع الشعب الجزائري نعم. اليوم بلا ما نشوفوا بلا ما نبلغوا اليوم انا كي نفوت في شارع ونشوف الماء ميكسبوزي في التروطوار تحت الشمس لما نشوف الخبز يتباع على راسي في لحاف الطريق لما مازال كاين اماكن اللحم يتباع معلق في شجره لما نشوف انه هذا دليل انه ما كاش رقابه نعم. ما يقدرش يكون فوت مراقب تاع التجاره ولا مراقب نتاع مكتب الصحه تاع البلديه ولا والنظافه ولا في مراقبه لكن ما فيش رد اما اختلط مراقبه نعاود نرجع للمشكل تاعنا تاع الدجاج والكبد تاع الدجاج المراقبين كاينين والجواجين بصفه عامه يبيعوا داخل المحل ولكن القانون اللي هو اصدر من وزاره التجاره به الدجاج يتباع مغلف في سيلوفان وبليتيكتاج ويكون فارغ شكون هو يطبقوا؟ هل لي زابا هذو يتباعوا بطريقه قانونيه؟ هل مشروع لهم باه يتباعوا؟ وين على بالنا شحال عندهم وهم منحيين؟ اكزاكت دونك هذا هو اليوم هذو حوانت المراقبين احنا شفناهم يدخلوا في بعض الاحيان يشوف اللي عنده سجل تجاري يشوف عنده لو بون اللي جاب به الدجاج تاعو يشوف لكن عنده الورقه الصحيه نتاع الفيترينار وخلاص باقي يروح يخرج قليل عندنا زوج ولايات ونص ولايه اللي راهم يبيعوا الدجاج بالسيلوفان وفيه ليتيكتاج باقي ولايات للاسف مازال احنا في العاصمه وين الوزاره راهي هنا وكاين مدير التجاره كاين كم من يعني مفتشيه تاع التجاره ولكن الجواج مازال يبيع الدجاج بدون نعم سيلوفان نعم يعني هو لو غالب نعم. هذا 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 يدل انه ما عندناش يعني انا نقولها للمستهلكين ما تكلوش قال كاين الدوله دارت رقابه راني يعني دخلت في سوبرات من سوبر مارشي باسم كبير يعني علامه كبيره وقلت قبل الياورت شريته هنا في هنا رانا على المباشر يعني. انا على المباشر هنا في القبه في حانوت كبير سوبرات وبريمي هذا ياورت بريمي يعني ما قلناش اون بوا دو طون ولا بسكوي ولا هذا ياورت معناتها هذا يقتل هذا يقتل حقيقة هذا يعني كيف هذا مول الحانوت يتناول بشكل كبير خاصه لاطفالنا يعني الاولياء شكون اللي ما يخرجش يشري لوليده هكذا قرعه ياورت مول السوبرات هذا اللي يكون عنده يخاف الرقابه نعم. يخاف الرقابه يخاف تجيه ما تجيه خطا في الشهر حيقعد خايف هراب منها صح. هو الصباح يروح يفيريفي كل شوي يلحيهم صح يكون خاطش يكون رقابه كيجيو يلقاو غير حاجه كيما هذه غلطه يغلقوا له مده اسبوع معناتها مده اسبوع السلعه تاعو نصها يرميها نعم. يولي يدير حساب يولي الصباح قبل ما يفتح هو يدير رقابه لنفسه باه المستهلك ما يتنظرش وباه المراقب تاع التجاره ما يعاقبوش اذا احنا مخصوصين هذا الشيء مخصوصين انه الدوله تكون ريالمون يعني كما يقولوا تكون صارمه تكون صارمه في هذا المجال هذا ما كانش ما نتهاونوش انا دائما المراقبين ونعرف منهم كثير نقول لهم ولا غاضك التاجر لازم يغيظك المستهلك اللي يقدر يموت على الغلطات تاعك ولا عينيك اللي ضبطهم وفي البدايه وفي الاخير المسؤوليه تتحملها الدوله ويتحملها المواطن اللي راهو يطالب بالتغيير لانه اذا انا ندير دوله باش هي اللي تعسني وهي تراقبني بدون ما انا يكون عندي حس ولا ضمير ولا مسؤوليه تجاه المواطن كبائع ولا كمناقل يعني للحلقه يعني نظام قاع راهو اكيد حنا تانيك دائما نسبق بالمستهلكين اليوم انا نقول ربي سبحانه عطانا
يعني مخبر في الحواس الخمس نتاعنا. عندنا باللمس نتاعنا نقدروا نعرفوا حاجه مليحه ولا ماشي مليحه، بالشم نتاعنا نشموا اي ماده نقدروا نعرفوا مليحه ولا ماشي مليحه، بالنظر نتاعنا باش نقراوا لي تيكتاج ونقراوا، يعني ما بقيناش نروحوا نقضيوا برك. اليوم لازمنا نعرفوا بليك الدولار يتراقب وثائق، في بعض الاحيان يحكموا ماده يديروها المخبر، في بعض الاحيان قليل ماهوش حاجه كثيره. لانه حتى عدد المخابر اللي عندنا قليل والمخابر اللي عندنا غير مجهزه كما لازم الحال. اذا اليوم الحذر ثم الحذر ثم الحذر. يعني اليوم انا سمعنا ناس ماتت على جال الكبده، غدوه يطيح البرد ناس تموت بالمونوكسيد الكربون، غير غدوه حادث مرور، يعني حادث منزلي. اليوم عندنا 2000 ضحيه في كل عام بحادث منزلي، التليسيتي وطاح وطرتك شارجور. وخلينا نقولوا يعني لاسباب تافهه، اسباب تافهه لانه مادام راهي تتكرر. اسباب تافهه لانه الحس الامني مش غايب. يعني اليوم انا كي نرفد نقرا الياورت وكتشي خلاص، هذا من الضمير الامني اللي عندي، لانه نخاف على صحتي، نخاف على صحه ولادي. واذا كان غاب لي هذايا كيما هذاك اللي يمشي 200 كيلومتر في الساعه بالسياره ما عندوش حس امني، ما يهمش، ما على بالوش بك يقدر يموت. اذا كي نروح نقضي نحاضر، جيت نشري الحوت، انا الحوت اللي فيه الشك ما نشريهش، اللحم اللي ما فيه الشك ما نشريهش. يعني انا نقول من غير الماء اللي هو لازمنا باش ما نقدروش نستغناو عليه. ايونكوغ الماء وراهو فيه مشكل. لا حبيت نقول يعني كل ماده اخرى نقدر اليوم ما ناكلهاش وما نموتش. صح. انا نقول للولاد يكون نخليهم ما ياكلوش لحم 3 شهور ما يموتوش. صح. لو كان الشوفاج فيه الشك ما نشعلوش ونبرد ويبردوا ولادي، يبردوا خير من يموتوا. باش ندير بريكولاج نتاع الشوفاج ونامبورت كوا هكذايا، ولا نجيب اي واحد يصنعوا لي ومانيش مأمنه مأمن الخدمه تاعو، ما نشعلوش حتى نجيب واحد اللي يعرف، وهذاك الوقت اللي باه نستنى خليه نبرد. صح. وما نموتش وما نقتلش ولادي. وماشي نروح نشري تاع 8000 دينار ونخلي تاع 15000 دينار. مثلا هذه الفكره احنا جمعيه الامان بغينا نديروا هذه الفكره عند المستهلك الجزائري، انه اليوم تحكم في نفسك. تحكم في نفسك وما تتبعش الناس وما تخليش نفسك تروح لك هكذا، يلا ندير برك اوه نسخن بالطابونه، ما من بكري احنا نسخنوا ما كان والو. يعني غدوه من ذاك الدفتر العائلي تنطوى، ماتت العائله كامل. ولكن نشوفوا يعني حتى الموت يعني للاسف والشديد ربي يرحم هذو اللي يموتوا، اللي ماتوا واللي حتى اللي راح يموتوا، لانه انا انسان واقعي، يعني ماناش معناتها من اليوم ما نزلش نموتوا بانتوكسيكاسيون اليمونتير. عندنا وزاره التجاره وزاره الصحه دارت اعلان السنه الماضيه يعني 2018 ماتوا ناس 6 بانتوكسيكاسيون اليمونتير. خطا فو، ما امنوش الرقم هذا، اكثر من 100 اكثر من 200، لانه الانتوكسيكاسيون اليمونتير راهي كوليكتيف اليوم، راهي في الاعراس، راهي في الاحياء الجامعيه، راهي في المطاعم، راهي يعني حادثه وهران في الصائفه الفائته يعني مثلا. يعني اليوم لازمناش، اليوم لازم نشوف الواقع نتاعنا بحقيقه وناخذوا اجراءات صارمه وقرارات شجاعه من رئيس الجمهوريه الى المواطن البسيط اللي راهو يقضي. يعني كلنا مسؤولين اليوم، ما نقدروش نكونوا شعب ودوله قويه بشعب مريض. بالشعب نهار كامل مازال ما يعرفش ياكل، ما يعرفش يقضي، ما يلقاش او جيعان. لكن استاذ حسن منور، ماكش تشوف باللي رانا سيركلي، رانا يعني كل وكانه محيطنا اصبح قاتل، كل شيء اللي تهدر عليها تقتل. للاسف على هذيك لازم نقعدوا نحاذروا، لانه يعني ولا ما قتلناش نمرضوا. الموت بطيء. وعلى هذيك اليوم انا طافي، كاين كثير يقولوا 66 جمعية حماية المستهلك بزاف كثير، قلت لهم انا راني حاب نوصلوا 1000 جمعية حماية المستهلك، ان شاء الله نوصلوا في كل حي، لانه على الاقل كلمة زائد كلمة، نصيحة زائد نصيحة، رسالة زائد نصيحة، تنديد زائد تنديد، باش نغيروا الامر اللي انا فيه. اليوم ما كاش المسؤولية فيما يخص حماية المستهلك. اليوم نخلوا الناس دير واش بغات، ومن بعد نحبوا نتحدثوا على على على, على من بعد ما يصير الحادث. يعني نقول لك مثلا انا راني في وسائل الاعلام وما شاء الله، وحنا مثلا جمعيه كنا نديروا حمله تحسيسيه يومين ثلاث ايام، حنا خارج في الاسواق نديروا، والاعلام قليل وين يغطي. صح. ولكن لما يموت واحد الاعلام كله يغطي، وعلاش نستناو حتى وين توقع حادثه باش نتكلموا على الامور هذه؟ الور كو هذا لازم ناخذوه يعني كومي بريوريتي اليوم. اليوم الصحه تاع الجزائري نقولها ونعاودها، يعني حتى لي ميدسا حتى كامل المختصين هم يقولوا بلي كنا في خاطر، كل ما يتكلموا غير على المشاكل اللي فيها. ولكن للاسف السياسيين تاعنا مازال ماهمش جيد، مازالوش جيد. إذا الاراده السياسيه، تعقيبا فقط على ما قلت استاذ حسن منور، انه الاعلام ربما احيانا يكون غايب في هذه
الحملات التحسيسيه، لكن امانه للامانه قناه شروق او قناه شروق نيوز احنا برامجنا في معظمها مفتوحه على البرامج التحسيسيه والتثقيفيه، سواء صحيه سواء تربويه دينيه وغيرها، لانه احيانا المختص ربما ما نرافقوهش برا لكن نجيبوه للبلاطو ويتحدث بقلب مفتوح وتفاعل على صفحه الفيسبوك ولا الهاتف. حمله التي ستقوم بتغيير الاكياس البلاستيكيه الى الاكياس الورقيه، رانا نحسوا انه راح يكون قرار خلاص لا رجعه فيه وقرار دوله كما يقولوا. يعني تعليق على هذا القرار، وهل يجب حقيقة التعامل مع القضايا الأخرى بهذه الجدية؟ شوف أنا أقول لك هذا الموضوع أنا شخصيا خدمت عليه في 2012. أنا متأخرين كثير. اليوم عندنا الدول الإفريقية نحاو البلاستيك وفاتوا للكاغط. إيفي سي جولي زعس الشباب يعني كي تروح تشري في كاغط يعني هيبة. هيبة صح. والصورة صورة جميلة للمواطن الجزائري أنه يمشي في ساك أون بابي. ولكن المشكل الاشكاليه تاع الخبز راهي اكثر من هذا. اولا لازم نقسم استهلاك الخبز، باش الشكاره تاع الكاغط تقدر ترفد الخبز اللي نشريوه. اللي يشري 10 اللي يشري 10 خبزات، لانه 10 خبزات ب 10000، يعني الباركينغ يخلص 5000 و10000 تاع الخبز. اليوم الجزائري يشري الخبز بلا ما يسقسي مراته واش طلبت. خلاص بكري كان واش ولا كاين طعام نجيب. اليوم ندير خبز وما يهمش، يبقى كان ما يسترجعوا الخبز يمدوه هكذا. نريكليو هذا المشكل. لازم اليوم الاشكاليه تاع الخبز راهي اشكاليه اقتصاديه وخلي النوعيه والصحيه وخلي النوعيه آه. يعني تاع الفارينه اكيد الصحيه معناتها راهم اليوم الاطباء ما يسمعوا وما يعرفوا وما يقولوها كم من مره حتى في الحصص تاعكم ان الخبز لا ناكلوه هو اللي راهو سبب كبير في المرض نتاع الكولون والاستوما تاع الجيري تاع الجيريان وحتى الكونسير. اذا الخبز هذا لازم اولا نعاود نغيروا ثقافه استهلاك الخبز. ثانيا نروحوا الاكياس الورقيه او الاكياس تاع القماش او القفه تاع بكري او يعني كل الوسائل هذه. انا 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 القرار عجبني كرئيس جمعيه اكيد كو دوموند دو بوبل ماذا بينا هات برك. ولكن انا اللي نخافها ونقولها ونصرح بها اليوم انه هذه القرارات هذه اللي مسهلينها بهذه الصوره هذه، وراهم كان قال لك نوزعوا 300000 كيس مده 3 شهور باش نولفوا الجزائري. انا نقول اليوم انا نطالب وزير التجاره ووزير الصناعه يقولوا لنا يعني كم ما هي يعني قدرات الانتاج نتاع الكياس الورقيه يوميا. الخبز انا نستهلكوا يا اختي 40 مليون خبزه في اليوم. وعندنا 8 ملايين عائله. يعني ولو كان كاع 8 ملايين عائله ياكلوا الخبز لازمنا 8 ملايين كيس ورقي يوميا. احنا نقولوا لو كان يعني على الاقل يقولوا لنا بريك عندنا انتاج يومي تاع 4 ملايين كيس ورقي باش نعرف بلي كاع يتك المخبازين يكون عندهم العدد الكافي نتاع الاكياس الورقيه. ايضا اليوم مده 3 شهور غمض عينك الحق مارس خلاص الصداقه تاع الكيس. من بعد كيف نشريوه؟ باي ثمن نشريوه؟ باي طريقه؟ يعني هل الجزائري مستعد باه يشري الكيس هذا؟ هل الخبازين عندهم رقابه كامل باه يبيع في الكيس الورقي؟ كم من اجراء درناه وكم من قرار كم من قانون؟ حكيت قبيله على الدجاج السيلوفان، اليوم في العاصمه قدام وزاره التجاره ما يبيعوا الدجاج بدون سيلوفان. اليوم اذا ما نروحوش ما نغلطوش الشعب، لانه الشعب اليوم موفق فهم، وحنا كجمعيه ايضا انا فهمنا انه القرارات هذو لازم نوجدوا لهم. قال ما تكونش قرارات عشوائيه. قال وجهنا مصنعين نتاع البلاستيك، حبسنا لهم الماشينات تاع البلاستيك وشجعناهم باش يبدلوا الماشينات يخدموا الكارت. صح. استثمرنا في مصانع كبيره تاع الكارت، ومن بعد رانا عندنا امكانيات باش نوجدوا 2 ملايين في سنه 2020 يوميا، ومن بعد 2021 حقوا 3 ملايين، ومن بعد نوصلوا وين الخبازين تكون عندهم دابر تكون منافسه باش تكون الثمن مليح وعجاله. نعم. ونوفروا الاكياس الورقيه. ولكن قبل هذه الجزائري يبدي دير شكاره تاع كاغط لما عندكش اللي تخيطها لك شريها حطها في الجيب وكل نهار دير فيها الخبز وديها للدار. الساكون بلاستيك هذاك الخبز راهي مرضك، ولا زدرتو في الشكاره تاع البلاستيك راهو يزيد يمرضك اكثر. وراك تربي في ولادك ربيهم بصحه جيده. وللاسف عندنا الاستهلاك تاعنا ناكلوا الخبز بالجواز ماشي العكس، نعتمدوا على الخبز ومع شويه جواز، اوكي العكس نورمالمون
امتي مغسو هكذا فقط. هذا 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 ايضا ان شاء الله يكون ما بين المشاريع تاع الحكومه الجديده، يكون عندهم قرارات شجاعه باش يعاود اعاده النظر في الفرينه اللي نجيبوها من الخارج، وفي السعر تاع الخبز، في الوزن تاع الخبز، وطريقه بيع الخبز. اشكرك اذا الاستاذ حسن نور رئيس الجمعيه الوطنيه امان، وحقيقه نتمنى انه كل نظامنا يولي امان، امان على المستهلك وامان ايضا على الامن، يعني لحمايه المستهلك. اشكرك ونتمنى ان شاء الله نخصوا حلقات اخرى من اجل التوعيه ومرافقه المواطن، واكيد سنستحدث لما لا ربما فقره لربات البيوت، للسيدات ربما كيف يمكن ان نعتمد على اطباق يا سيدي لذيذه وفي نفس الوقت صحيه، ولا مام اذا تكون اهم شيء صحيه ان شاء الله. ماشي ما ماهوش هذاك الطبق اللي ما يستقامش بزاف، بصح فيه 2 كيلو لحم وكيلو اللوز وكيلو التوزه. ماشي غالي حقيقه. ماشي غالي فعلا ان شاء الله. اذا بهذا مشاهدينا نختم برنامج الشروق مورنينغ لنهار اليوم، تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي، ساسعد بخدمتكم غدا بحول الله، تهلاو في رواحكم في البلاد.